Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy, but it's so insane. الدنيا بياضة تعبتيني مشي ونجيب الفطور. هي زيد زيد ايه كون شافك خويا كون تسقط زيد يا انا تقش فك عدك شحدني العفريت دك شحدني كلي كيدي يلا بسلام عليك. هو باغي يولفني هذا باغي يمشي معايا كاع زيد 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 كامب تاع شي لا مسلوح عليهم في يوتيوب ممنوع استعمال المتفجرات قواعد مركز اللاجئين العيباش هذا لومبلو ديال الدراري اللي كيقراو هادي لو باغي يدير شي شكاية هادو ما كانوش الله دارهم هاد العشية هادي طبيبة طراشك الدرسة ضرك راسك الدراري اللي كيسولوا على ليش كيفاش في الدخله راجاش كيكونوا خاوين ها هو احمد السلام عليكم احمد مرحبا بكم في بوسين دراك حتى جيت لاي حاجه انا هنا تلقى بيكار عز كمل بها الطريق الدراري دفتو عشيرك وكملوا الطريق تحيه انتوما خوش خليني ندير واحد التحيه حياتك كامله تحيه تحيه لولاد حومتي ولاد كرطيه دو وفي لاج نقادي في لاج نقادي تضرب الرمضان في لاج نقادي السيدي طريق الغرب طريق الغرب المهم وجده كامله طريق الغرب شو راك شو في خاطر واتزم ايه واتزم هذيك حاجه باينه يا خويا شو سبحان الله هادي شوف والله يا خويا لا اخر تموت قسما بالله العظيم ما انتم اخوش يا خويا احنا ضاحكين ناشطين بصح كي تشوف هاد الحوايج هادو فهمتي تفكر بالله ما دايماش هادي تاع الاموات هادو هما الصنادق تاع الاموات ديالهم كيموتو يجيو يتقداو من هنايا الوارد كدا كلشي كيما الطقوس الطقوس ديالنا تاع حنا كيموت الواحد يشريو الموارد الكفان وداك الشيء وفي فلان تا هما كيما هكا هادو ماتريكولات ماتريكولات تاع بلغاريا هادو ندخلو من هنايا ماتريكولات تاع بلغاريا انا جمدت بالبرد يا اخو ما هاد الفيديو هذا خالقينه فيه وصافي فهمتي صوري جبت العسكر
نما دابينا هادي تجيب شعل عسكر هادي ما بغيتش ندير فيها الفلاش فهمتي يشوفونا من اللي راك عارف نولوا في المشاكل هادي تجيب شعل عسكر لاسيان شعل الحرب هذا السبيطار هذا ما نعطيشكم غير كيفاش كيكون ليش في الفيلاجات وصافي ما كيكونش هذيك الكليراج ديك الدوز زعما مجهد ولا عادي بنادم واحد ورا واحد ساكادو في كتافك تمشى عادي تفوتو نورمال ترد البال تفوت مر مايك ديال الدرباش الدراري مقسوم الضرب الوسط بين بنادم وهاي نزل هو كاع وكتي يكون بحال دابا الشي فاروق ضرب هنايا شمن ماش كيداير ضرب هنايا ما طريكول هاد السربي غادي بالغاري هذا بلاش شويه يدوز ونعاود نصور لكم هاد الفيلاج هذا جا في الحدود ديال بلغاريا فيلا السربي في الحدود ديال بلغاريا هاد الفيلاج هذا ونوريكم كي داير العالم ويكون مقسوم فهمتي جوج واحد شهر لاخر بالنسبة للدراري اللي كيضربوا راه كيضربوا وسطو اش خلاوه وسط الفاقوات راهو كبير لا بين الفاقو والفاقو في ديك اللعيبه اللي جاره البارتي الثانيه ترى من يضر مشكله هل شفتو من ضربو عرب بنادم عارف كيفاش يدير في جوج باشيات هذاك حتى فيهم السمطات تحل هذه